يعني ايه حد يروح يشتري شهاده من على الانترنت؟ يعني ايه؟ يعني انا بتكلم بامانه والله. يعني ايه تبقى انت عارف ان انت مثلا ما خدتش البكالوريوس الفلاني، انت ما خدتش البكالوريوس ده ورايح تشتري شهاده تدفع ثمنها ايا كان بقى، مش عارف 100 دولار 200 دولار 500 دولار 1000 دولار، يعني زي ما يعني ايه؟ ما هو انت عمليا كده بتغش، بتزور، بتدلس، بتعمل كارثه. طب انت واقف قدام نفسك، انت مصدق ان انت خدت الشهاده دي؟ انت مصدق؟ ما انت لا ذاكرت ولا امتحنت ولا اي حاجه، مش اقول لك ولا حضرت. طب في مثلا جامعات بتيجي تقول لك يا جماعه ممكن نعمل ده اونلاين، بس انت بتحضر اونلاين وبتذاكر وبتمتحن وبعدين تحصل على الشهاده، ده مفهوم. راح يقول لك ايه، انا خدت الماجستير خدت الدكتوراه من على، وانت عارف ان انت لا خدت لا ماجستير ولا دكتوراه ورحت اشتريت شهاده. طب ما انت عارف انها اكيد مضروبه، يعني مين الجهه اللي تمنحك شهاده للحصول على بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا دبلومه بسيطه لطيفه من غير لا تذاكر ولا تمتحن، مجرد انك انت بتدفع الفلوس؟ دي حاجه غريبه جدا، ويجب ان تواجه ويجب ان تحارب ويجب ان يحذر منها، لان انا ما اظنش ان هنا اصبح فيها ايه فلان خدها بحسن نيه. حسن نيه مين؟ انت عارف ان انت لا ذاكرت ولا امتحنت وراح تدفع فلوس. اصبحت الحكايه كمان يعني فيها بجاحه، يعني يقول لك ايه، في اصبح في صفحات على فيسبوك، وده موجود بقاله فتره برضو، مش يعني مش من جديد قوي، يجي يقول لك عندنا شهاده مش عارف ايه في البيزنس ادمنستريشن ومش عارف ايه وبكذا، وانت بتروح تشتري. يا جماعه غلط غلط. اولا دي جامعات مش موجوده وعبارة عن عمل عشش، دي بقى شهادات تحت السلم اللي بجد، يعني مش هزار. وبعدين لا ده بيدلنا الشهادة مش عارف عامل ازاي. يا جماعة في حاجة دلوقتي بقى فيها اسمها Artificial Intelligence، ما بقتش مجرد انك انت بتطبع شهادة وتحط عليها لوجوهات وبتاع، لا الحكاية بقت يعني اكثر تطورا كمان، بحيث ان هو ايه يعني يديلك شهادة تحاول تكذب بيها على الناس. تيجي تقول لي بس انا دخلت على ويب سايت طلع ويب سايت ده مش ويب سايت الجامعة ولا حاجة خالص، ده برضه ويب سايت مضروب، يعني حدوته مش هزار، نصبايا كبيره. معانا على تليفون المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، اهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله حلو؟ الحمد لله يا حبيب قلبي، اتفضل يا فندم. اما احنا مش هنخلص من قصص الشهادات المضروبه اللي بتتباع دي. الحقيقه مش بس الشهادات المضروبه يا استاذ يوسف، قيس على كلام حضرتك كل حاجه موجوده في حياتنا اليوميه على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت الفبركه اللي بتحصل بالذكاء الاصطناعي بيحصل بيها حاجات كتيره جدا مترتبه على مفهوم اسمه مفهوم الهندسه الاجتماعيه. اشرح لي بقى. طيب مفهوم الهندسه الاجتماعيه ده هو فن اختراق عقول البشر، يعني بيضحكوا على الناس بالبلدي كده على اهوائهم. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان الناس مصدقه الموضوع، وبالتالي كل ما يعملوا صفحه على الفيسبوك يبيعوا من خلالها الشهادات المزوره او اي حاجه مزوره، يقوموا قافلين تتقفل الصفحه، يقوموا عاملين صفحه ثانيه ويجيبوا فيها لايكات عن طريق السيرفرات واللجان الالكترونيه ومشاهدات عاليه، بحيث ان هم يوهموا الناس ان الفيديو او المنتج اللي بيبيعوه عن طريق السوشيال ميديا سواء الـ على عن طريق السبونسر او مثلا الـ ان هم يدفعوا عشان يروجوا المنشور ده، يكون شكله حقيقي قدام الناس بالارقام اللي موجوده عليه، فبالتالي الناس بتصدق وتدخل تكلمه، وحتى الكومنتات اللي موجوده تحت الفيديو او تحت البوست اللي بيبيع من خلاله الشهادات او بيبيع من خلاله اي حاجه مزوره عن طريق الذكاء الاصطناعي او غيره، كلها مفبركه بنسبه 100% بعد الكشف عليها. ليه؟ ازاي مفبركه؟ بيجيب اكونتات عن طريق اللجان الالكترونيه الموجوده والسيرفرات، بيكتبهم الكلام اللي هو عايزه، كتر خيرك ده فعلا شيكت على الشهاده في الجامعه دي طلعت اصليه، الكومنت اللي بعده طب ما شاء الله شغلك نضيف وزي الفل، انا عايز شهاده لكذا، شكرا ليك وشكرا للخصم اللي عملته لي. كل ده كلام مفبرك عشان خاطر الشخص او الضحيه اللي يبص على الكلام والمنشور ده يقوم واقع في الموضوع ويدخل بره جوه قوقعه النصب الالكتروني بعد كده، ويدخل تحت المساءله القانونيه طبعا. وبصفتي خبير امن وتكنولوجيا معلومات يا فندم، ان انا دوري اوعي الناس ان هي ما تخشش على حاجات زي دي، وخصوصا تحت مسمى الذكاء الاصطناعي. خدوا بالكم، الذكاء الاصطناعي نعمة من نعم ربنا اللي أنعمها علينا، ولكن ليه إيجابيات كتيرة وليه سلبيات كتيرة. في سؤال بس أحب أستأذن حضرتك وأطرحه للسادة المشاهدين، هل مثلا
الذكاء الاصطناعي، طب كده مش هيقدروا يفرقوا بين الصوره المفبركه والصوره العاديه، المنشور المفبرك والعادي. طيب دلوقتي المعلم في الجامعه، الطالب في الجامعه، ايا كان ايه اللي عايز يتاكد من الصوره دي مفبركه او لا، في موقع عالمي كبير اسمه اي اي اور نوت، تقدر ترفع عليه اي صوره ويقول لك بكل اختصار الذكاء الاصطناعي تم استخدامه في الصوره دي ولا لا. زائد كمان ان الحمد لله لقينا حل الموضوع برضو الابتزاز الالكتروني والفبركه والحاجات اللي بتحصل، وده يغني بصوت ده وده يستخدم صوره ده عن طريق الذكاء الاصطناعي ويزوروا الدنيا. ان شركات التكنولوجيا الكبيره العمالقه الكبار اللي هم زي شركه ميتا، شركه الفابت، شركه اوبن اي اي، اتحدوا مع بعض وعملوا ميثاق او قانون انه اي صوره او اي حاجه مصنوعه بالذكاء الاصطناعي تنزل على منصتهم يكون في علامه موجوده داخل الصوره دي او علامه موجوده على المنشور تقول له ان خلي بالك ما تصدقش اللي جوه المنشور باختصار، او ان هي معموله بالذكاء الاصطناعي، عشان خاطر الناس تعرف تفرق بين المحتوى الاصلي والمزور والمزيف. طيب في حاجتين برضو عايز استفهم منهم عنك منك، منهم انه في مواقع كتير بتعمل اي بي جينيريشن، يعني بيجينيريت اي بيز بالهبل بالعبيط، فيبدا يساهم في خداع الناس ان دي اي بيز مختلفه وان دول ناس موجودين من كل حته في الدنيا، عشان لو بتدور على الاي بي ده كان موجود فين ومش عارف ايه، فيقول لك ده موجود مش عارف فين، في اسيا وده في اوروبا وده في امريكا وده في افريقيا وده في استراليا وما الى ذلك. صحيح. وفي نفس الوقت في كمان طريقه الريدايركشن، يعني بتخش على اللينك يروح عامل ريدايركتنج ويدخلك على ويب سايت شبه مثلا جامعه كذا في امريكا. بالظبط كده، هو كانه زي ما هو. بالزبط. انا هفرق ما بينهم ازاي؟ حلو قوي السؤال بتاع حضرتك يا فندم. انا عايز اقول للساده المشاهدين ان اي رابط يجي لكم لو انتوا عايزين، اولا كده ستيب باي ستيب ناخدها مع بعض، لو انتوا عايزين يعني تدوروا على الفرق بين الروابط المفبركه والحقيقيه ولا لا، ايه اللي بيحصل؟ ان انتوا تنسخوا الرابط ده وتدخلوه على موقع عالمي كبير اسمه فيروس توتال. الموقع ده وظيفته انه يقول لك الرابط ده معمول له جنريشن او متفبرك ولا لا. واللي حضرتك قلته ده اسم مصطلحاتنا في الامن السيبراني اسمه سكاما، اللي هي صفحه مزوره تبقى الاصل من الصفحه الرئيسيه. فالصفحه المزوره اللي تبقى الاصل من الصفحه الرئيسيه دي ممكن تكون عباره عن جامعه في امريكا، جامعه في مصر، موقع لفيسبوك اصلي تبقى الاصل عشان خاطر ياخدوا بياناتك منها. فخدوا بالكم من الدومين نيم اللي هو مكتوب فوق، هتلاقي حروف متغيره وحتى لو نفسه واخره متغير وتخميت فيها، اول ما تحطه وعايز تشيك عليه تشوف موقع فيروس توتال. وبمجرد اصلا خروجك من الموقع ده ودخولك للموقع الاصلي هتلاقيك اصلا داخل على موقع تاني خالص غير المواقع اللي انت دخلتها في سجل البحث. فبالتالي امسح دايما برضو على سيرة سجل البحث ان انت لازم تمسحها اول باول ولازم تخلص اول باول. صح مظبوط 100%. انا بشكرك جدا جدا جدا، كل الشكر للمهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. عندكم كده موقعين، عايز تعرف اذا كان ده ذكاء اصطناعي ولا حقيقي يبقى تخش اي اي اور نوت، عايز تعرف اذا كان الموقع ده اصلي ولا اي كلام يبقى تخش على فيروس توتال.